السبب ده مش عارفينه بقى للعرض ولا للبيع ولا ايه بالظبط يعني. وقعدنا نصطاد السمك ده ونقول عليه ياكلوا اخواننا، ولا يسيبه كده في العرض وخلاص. سبحان الخلاق العظيم، خبرك من السمك اللي على يمينك الاحمر اصفر ابيض دي اللي جنب البولت. اللهم صل، اي هي دي، اللهم صل على النبي. والله العظيم سبحان الله، هلا لو نزلنا البحر بقى نعمل ايه؟ كان معكم في التعليق الشيخ محمد عبد الرحيم. لا إله إلا الله.